هل بيلاروسيا بلد مناسب للاستثمار؟ ايه هي اهم مجالات الاستثمار الناجح في بيلاروسيا؟ ما هي اجراءات تأسيس الشركات في بيلاروسيا؟ الضرائب على الاستثمارات في بيلاروسيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد من سافر مع اسامة والاستثمار في بيلاروسيا. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة فيديوهاتنا عن بيلاروسيا وهنتكلم عن موضوع مهم لناس كتير، وهو موضوع الاستثمار في بيلاروسيا ومميزاته واهم مجالات الاستثمار الناجح في بيلاروسيا. فلو اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم الفيديوهات الجايه، ويا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو لان دي الحاجه الوحيده اللي بتساعدنا نوصل المعلومات المفيده للناس اللي محتاجينها. في البدايه، ليه انت ممكن تستثمر في بيلاروسيا؟ لان طبقا لتقرير البنك الدولي لسنه 2020 بالنسبه لمؤشر سوله الاعمال، فبيلاروسيا بتقع في المركز 49 على مستوى العالم، وده من 190 دوله بمعدل 74%، وده مؤشر كويس الى حد كبير. وكمان بيلاروسيا في سنه 2019 كانت في المركز 37 عالميا، وده يمكن بسبب السياسات الاقتصادية اللي بيلاروسيا بتتبعها في السنوات الأخيرة بهدف زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد البيلاروسي. وكمان تكلفة الاستثمار في بيلاروسيا مقارنة بمعظم دول أوروبا وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي أقل بكتير، وده لأن العمالة الماهرة متوفرة بمرتبات أقل بكتير، وكمان لأن أسعار المية والكهرباء والبنزين والغاز، الحاجات اللي بتأثر على تكلفة الاستثمار، أقل بكتير في بيلاروسيا عن الدول التانية. وايضا شركات الخدمات اللوجستيه متوفره بشكل كبير في بيلاروسيا، والبلد بشكل عام امان جدا. كل العوامل اللي قلناها دي بتخلي بيلاروسيا مكان مناسب جدا للاستثمار بالنسبه لناس كتير، وده اللي بيخلي دوله عربيه زي الامارات تحتل المركز الثالث من حيث اكبر الدول المستثمره في بيلاروسيا. ايه هي افضل مجالات الاستثمار في بيلاروسيا؟ اولا مجال الاستثمار العقاري. الاستثمار في العقارات من اكتر المجالات المربحه في بيلاروسيا، وخصوصا لو انت عندك راس مال كبير تقدر مثلا تعمل شركه عقارات وانشاءات وتعمل بنايات كتيره فيها وحدات سكنيه كتير، وتقدر تبيع الوحده السكنيه الواحده اقل حاجه ب 50000 دولار مثلا في مدينه مينسك، واقل حاجه في المدن الاخرى 25 او 30000 دولار. فانت لو عامل مشروعات كتيره براس مال كبير الربح بتاعك هيكون كبير جدا من مجال الاستثمار العقاري ده. طيب لو ده مشروع كبير جدا على راس المال المتوفر معاك ومش هتقدر تعمل مشروع كبير زي ده، فممكن مثلا تشتري وحدات سكنيه في بنايات لسه بتتشطب في مشروعات عاملها شركات كبيره. انت مثلا هتشتري الشقه او الوحده السكنيه دي ب 50000 دولار للشقه الواحده، وممكن مثلا انت بعد كده هتشطبها تعمل لها تشطيبات في حدود 20000 دولار، يعني الشقه هتقف عليك في النهايه ب 70000 دولار. الشقه دي بعد ما تعمل لها التشطيبات وبعد فتره ممكن انت تبيع الشقه الواحده في حدود 100000 دولار، يبقى انت الربح بتاعك الصافي من الموضوع ده في الوحده السكنيه الواحده 30000 دولار. فانت مثلا لو معاك راس مال تقدر بيه تشتري عدد معين من الوحدات السكنيه، كذا وحده سكنيه في بنايات مختلفه ومشروعات مختلفه، وتبيعها بالطريقه دي، ده هيعمل لك ربح كويس جدا. وانت حتى لو اشتريت مجموعه من الشقق والوحدات السكنيه وقررت تستثمر فيها عن طريق تاجيرها، فانت مثلا لو هتاجرها بشكل شهري هتجيب لك في المتوسط 400 دولار، ولو هتاجرها بشكل يومي هتجيب لك في حدود 30 دولار، وخصوصا لو هتعمل المشروع ده في مدينه مينسك لان هي فيها رواج كبير لسوق العقارات وسوق تاجير العقارات. ومدينة مينسك لوحدها بيسكن فيها 2 مليون نسمة من إجمالي 10 مليون نسمة اللي هم عدد سكان بيلاروسيا. وعشان كده بنلاقي هناك استثمارات عربية قطرية ولبنانية كبيرة جدا في مجالات الإنشاءات والعقارات. 2. مجال الاستيراد والتصدير، وده من المجالات الرائعة للاستثمار في بيلاروسيا، لأن روسيا بتنتج منتجات كتيرة جدا بجودة عالية وبأسعار منخفضة، وعشان كده بنلاقي ان المنتجات البيلاروسية منتشرة في معظم دول العالم وفي كتير من الدول العربية. ايه هي اهم المنتجات البيلاروسية اللي ممكن تستثمر فيها في مجال الاستيراد والتصدير؟ الالبان، ويكفي ان اقولك ان بيلاروسيا بتقع في المركز الخامس عالميا في مجالات تصدير مشتقات الالبان زي اللبن المجفف والجبنة والزبدة، وبنلاقي المنتجات دي موجودة ومنتشرة في اسواق مصر والامارات والاردن على سبيل المثال. اللحوم، مصانع اللحوم منتشرة جدا في بيلاروسيا، وفي مصانع بتصدر معظم انتاجها الى الخارج بكميات بتصل الى الاف الاطنان سنويا. الحبوب زي القمح والذرة وفول الصويا والشعير، واحنا في الدول العربية في حاجة مستمرة للحبوب دي، فدي بتكون منتجات كويسة جدا لاستيرادها الى الدول العربية. الشاحنات والجرارات الزراعية، وبيلاروسيا مشهورة جدا بالمنتجات دي ودايما بتصدر منها لدول عربية زي مصر والسودان ودول المغرب العربي. الأسمدة وصناعات المنسوجات وبشكل خاص الكتان من المنتجات المشهورة جدا في بيلاروسيا.
دي كلها منتجات بيلاروسيا بتصدرها لدول خارجية، وانت مثلا ممكن تشتغل في استيراد هذه المنتجات الى الدول العربية. لكن ايضا بيلاروسيا بتستورد عدد من المنتجات، اهمها طبعا الفواكه والخضروات، فانت مثلا ممكن تستثمر في مجال تصدير الفواكه والخضروات الى بيلاروسيا. ثالث مجال هو مجال المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت، وده ممكن يكون مجال مناسب اكتر لو حد ما عندوش راس مال كبير قوي، فممكن مثلا يفتح سوبر ماركت او مطعم او كافيه صغير كده بتكلفة مثلا ممكن تبدأ اقل حاجة من 30,000 دولار، عشان تقدر تأجر مكان كويس وتشتري المعدات اللي انت محتاجها والمنتجات والبضائع اللي انت محتاجها، بحيث ان انت تقدر تبدأ شغل. ومتوسط الربح الشهري للمشروعات دي بيكون في حدود من 3000 دولار الى 5000 دولار. ولو المشروع ده نجح جدا ممكن تلاقي ان انت استرديت راس مالك كله بعد 3 سنين من تشغيل المشروع. طيب لو حد مش معاه الفلوس دي ومش معاه مثلا غير في حدود 5 ل 10,000 دولار ومحتاج يفتح مشروع، ممكن يعمل ايه؟ ممكن في الحالة دي مش هيكون قدامك غير انك تفتح مثلا كشك قهوة صغير او كشك صغير للسندوتشات السريعة، وطبعا المشروعات دي مش بتجيب دخل كبير قوي. لكن بعد ما اتكلمنا عن المجالات المهمة اللي انت ممكن تستثمر فيها بشكل كويس في بيلاروسيا، انصحك دايما انك تختار استثمار يكون عندك معرفة بيه ولو بشكل جزئي، ويكون عندك اي خبرة متعلقة بالاستثمار ده، وفي نفس الوقت يكون المجال ده انت بتحبه جدا، لان حبك للشيء ده ومعرفتك بيه هي اللي هتخليك تنجح وبشكل سريع. وكمان حاول لما تعمل استثمار يكون في شيء مميز او استثمارك يكون مميز عن المنافسين اللي موجودين بالفعل بالسوق، لان ده اللي هيخليك تنتشر بشكل اسرع وهيضمن لك نجاح الاستثمار بتاعك. ايه هي اجراءات تأسيس الشركة في بيلاروسيا؟ عندنا 5 انواع من الشركات ممكن تفتحهم في بيلاروسيا، لكن احنا هنا هنتكلم عن النوع الاشهر واللي الاغلبية بتأسسه من الشركات، وهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الـ LLC او الـ Limited Liability Company، ودي ممكن يكون عدد المساهمين فيها من شخص واحد الى 50 شخص. وكمان الشركة دي مش بيكون مطلوب ان يكون ليها راس مال محدد، يعني مش بيلزموك بكمية محددة من راس المال ولا بيلزموك بعدد معين من الموظفين، فده بيديك شيء من المرونة والحرية، وده طبعا شيء كويس. مكان تقديم طلب تسجيل الشركة بيكون في المكتب الحكومي لتسجيل الشركات، بتقدم فيه طلب تسجيل الشركة مذكور فيه بياناتها واسم الشركة ومقرها، وبتقدم ترجمة موثقة لجواز سفرك، وبتدفع الرسوم الإدارية لتسجيل الشركة اللي هي حوالي في حدود 15 دولار. وعادة عملية تسجيل الشركة بتاخد من 2 إلى 4 أيام في المتوسط، وعادة العملية بتكون سهلة وما فيهاش مشاكل. الكلام ده لو انت طبعا موجود في بيلاروسيا وهتقوم بإجراءات تسجيل الشركة بنفسك. طيب لو انت مش موجود في بيلاروسيا، ساعتها ممكن تعمل توكيل لشخص ما او صديق هناك او لمحامي او لشركة قانونية من الشركات القانونية اللي بتقدم الاستشارات القانونية الخاصة بتأسيس الشركات، وهم عن طريق التوكيل ده هيقوموا بإجراءات تسجيل الشركة نيابة عنك. وبعد ما تاخد عقد تسجيل الشركة من المكتب الحكومي بتروح تقدر تفتح حساب بنكي للشركة، والمفروض في خلال 20 يوم من تسجيل الشركة في المكتب الحكومي ان انت تقوم باختيار النظام الضريبي لشركتك. ايه هو نظام الضرائب على الشركات في بيلاروسيا؟ عندك نظامين ضريبيين للشركات، ليك الحرية ان انت تختار ما بينهم. نظام ضريبي مبسط وده بتدفع فيه 5% من اجمالي دخل الشركة، وفي نظام ضريبي عام وده بتدفع فيه 18% من الارباح بس، مش من اجمالي الدخل بتاع الشركة. طيب انت هتختار ما بين نظامين الضرائب دول على اساس ايه؟ على اساس مصروفات شركتك، يعني لو انت مصروفات شركتك قليلة يبقى الافضل لك تختار النظام الضريبي المبسط، لكن لو مصروفات شركتك كتيرة يبقى افضل لك تختار النظام الضريبي العام. وطبعا بعد تسجيل الشركة انت بتقدر تحصل على اقامة سنوية وعلى فيزا خروج متعدد لمدة سنة عشان تقدر تدخل وتخرج من البلد براحتك. وكمان لو قيمة استثمارك في بيلاروسيا وصلت 150,000 يورو بيكون من حقك ان انت تقدم طلب الحصول على الاقامة الدائمة في بيلاروسيا، وهتلاقوا في وصف الفيديو ده رابط الفيديو اللي بيشرح كل تفاصيل الاقامة في بيلاروسيا، ممكن تسمعه عشان تبقى تعرف كل التفاصيل اللي انت محتاجها. وبكده نكون اتكلمنا النهاردة عن كل تفاصيل الاستثمار في بيلاروسيا وردينا فيها على استفساراتكم اللي انتوا بعتوها. اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، ومنتظر رأيكم واستفساراتكم وافكاركم للفيديوهات الجاية في التعليقات، واتمنى تساعدونا ننشر المعلومات المفيدة عن طريق اللايك والشير للفيديو ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية. شكرا ليكم، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.